طبعا احساس يعني تقريبا انا زي جمهور النادي الاهلي، حلم جمهور النادي الاهلي كله وحلم اعضاء النادي الاهلي، وربنا يا رب يوفقنا وننتهي من العمل ده في الميعاد المحدد، وربنا يوفق اللي هو يقدر يكمله ان شاء الله. من الحاجات اللي رائعه اللي شفناها النهارده ان مش هيبقى استاد بس، هيبقى استاد واكتر من حاجه كمان منشاه جوه، وده اللي فعلا بيليق باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي القرن زي ما احنا عارفين، والاكثر حصولا على البطولات، فلابد ان يبقى ليه حاجه زي كده. بتشوف الشرح ده مع الديزاين ده ازاي يا استاذ محمد، بما انك خبره طبعا في الموضوع؟ طبعا شفنا امبارح في ماتش بتاع النادي الاهلي والاسماعيلي لعيب من اللعيبه بتاعتنا اتكسر، طبعا ممكن الكسر بتاعه ده يكون خطر جدا عقبال ما ينقلوه المستشفى، وكان النهارده هيبقى عندنا مستشفى على طول، يطلع من الملعب على المستشفى على طول، فده انجاز. الحاجه الثانيه اللي قالوها برده متحف النادي الاهلي، زي ما احنا شايفين عندنا النهارده النادي الاهلي مليان انجازات من 1907 لحد النهارده، كل الكؤوس وكل الدروع هتتحط فين، وتاريخ النادي الاهلي زي ما بيقولوا ان حلم النادي الاهلي سنه 1907 انهم بنوا استاد مختار التتش، الحمد لله نجحنا فيه، وكل يوم بتزيد الانجازات دي، لازم عندنا متحف للكلام ده كله. الحاجه الثالثه اللي هي اكاديميه الكوره، وده اللي لازم، زي النهارده شفنا اللعيبه بتاعتنا النهارده ما شاء الله، محمد صلاح بره، كابتن رمضان صبحي النهارده بقوا بفلوس كثيره جدا، فلازم نستثمر في الناس ديت. هنستثمر ازاي؟ ان احنا يكون عندنا اكاديميه قويه تقدر تطلع لنا ناشئين يلعبوا معانا هنا ويلعبوا معانا ويلعبوا بره ويخدموا النادي الاهلي ويخدموا منتخب مصر.